بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، وطبعا الرياضيات القسم السادس ابتدائي، المرجع هو الجديد في طبعا في الرياضيات. إذا نكمل، عندنا هنا الحصة طبعا الثالثة، نوع لها التمارين. هذا المخطط يبين نسبة نمو نبتة بالمليمتر من شهر ماي إلى أكتوبر. لاحظوا، من شهر ماي إلى أكتوبر، طبعا ماي يونيو يوليوز غش تنبير أكتوبر. نعم، فهو يشير إلى نسبة نمو النبتة خلال فترات متساوية تفصل كل شهرين متتاليين، يعني بين ماي يونيو أشحال طبعا النمو ديالها، من يونيو يوليوز وهكذا، يعني خلال فترات متساوية، حيث تفصل بين شهر مايو يونيو نمت بثلاث مليمتر، من هنا لهنا ثلاث مليمتر من مايو يونيو. نعم، ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ إذا الفترة اللي نمت فيها بأصغر طول، لاحظوا جيدا هذا الخط كي داير، هو واخا هو منكسر ولكن طبعا ماشي مائل أكثر، طبعا مائل بزاف يعني شديد طبعا الانحدار، هذا شوية، لكن لاحظوا هذا فهو ما مايلش بزاف، إذا هنا ما كانش نمو كثير، إذا بين يونيو وأغشت. إذا الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول هي هذه بين يوليوز أغشت. لاحظوا المنحنى، ما طبعا ما طالعش بزاف، هنا طالع أكثر من هنا، هنا طالع طبعا، ثم هنا يعني الميل ديالو، الميل لابونت هو الميل، إذا هذا الميل ديالو كبير، لاحظوا هذا ميل طبعا أقل من هذا، ولكن هذا هو طلي بزاف، هذا ما طالعش المنحنى بصعود بشكل كبير، وبالتالي بين يوليوز أغشت. هاي لاحظوا، ما هي بكم نمت النبتة في الفترة بين شهري غشت وشتنبر؟ أين غشت وشتنبر؟ لاحظوا بين غشت وشتنبر شحال عندنا غشت؟ ستة، غنديرو المسطرة، ها غشت عندنا شحال قلنا؟ ستة، إذا ها هي ستة، وهنا عندنا شتنبر شحال؟ ثمانية، هي واضحة ثمانية هنايا، إذا غنديرو ديال الشتنبير ناقص ديال الغشت، نديرو 8 ناقص 6، الجواب ديال هذا السؤال 8 ناقص 6 اللي هي 2 مليمتر، 2 مليمتر. نعم، نمر إلى طبعا التمرين الثاني. يمثل هذا المخطط أعمار منخرطي إحدى الجمعيات، ما طبعا إذا لاحظوا جيدا، عندنا صحاب 12 سنة كاينة 2، 13 سنة كاينة طبعا 3، 14 سنة طبعا سنبحث على 14 سنة، كينا 7، 15 سنة شحال كينا التي نضعوها مزيان، 15 سنة كينا 5، و 16 سنة كينا ها هي 16 سنة كينا 4، 16 سنة كينا 4. إذا ما هو عدد المنخرطين في الجميع؟ نجمعهم، عندنا هنا جوج زائد ثلاثة هادو ياك، إذا ها هي نجاوبوا عليها هنا. إذا عندما 12 سنة قلنا جوج، فوالا، زائد شحال عندنا ديال 13 سنة؟ 3، زائد شحال عندنا ديال 14 سنة؟ 7، زائد ديال 15 سنة؟ 5، زائد ديال 16 سنة اللي هي 4، ثم 17 سنة عندنا 4. إذا نجمعوا هادشي، جوج زائد ثلاثة خمسة، خمسة زائد سبعة 12، 12 وخمسة 17، 21، 25. إذا عدد المنخرطين هما 25 طبعا منخرط، 25 منخرط. أكمل تكوين الجدول أم لا؟ يعني عندنا 12، 13، من مور 13 عندنا 14، من مور 14 عندنا 15، ثم عندنا 16 ها هي، ثم عندنا 17. اذا شحال شحال العدد اللي عندهم 12 سنه؟ ها هما من 12 سنه كاينه 2، شحال كاينه اللي عندهم طبعا 13، 13 كاينه 3، واللي عندهم 14، 14 7، واللي عندهم 15 5، واللي عندهم 16 4، واللي عندهم 17 كذلك 4. إذا جمعنا المجموع لقاو 25، إذا جمعنا المجموع لقاو شحال؟ 5 طبعا و20. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثاني، هذا طبعا هذا التمثيل البياني بالأعمدة، بالأعمدة.
نمر إلى التمرين طبعا اللي هو الخامس بالنسبة للكتاب. تيقولنا لي دوني سون بريزونتي دون ان تابلو، اذا هيستوغرام. هذا هو الهيستوغرام وهذا هو لو تابلو. سي دوني مونتخ لاج دي فالين، يعني السن ديال لي فالين، كو لي سيونتيفيك العلميين اون تيتيدي بوندون اون سيمين. ان هيستوغرام اي ان غرافيك كي بو ريبريزونتي الجرافيك ريبريزونتي لا فريكونس دي دوني دون لي زانترفال، يعني في المجالات الايكال. يعني عندنا هنا من صفر لتسعود الاج دو دي فالين، فوالا السن ديالهم من صفر لتسعود، يعني من 10 ل 19، ومن 20 ل 29 السن ديالهم لاج ديالهم، من 30 ل 39 جوسكا من 60 ل 59 فوالا انترفال. من صفر لتسعود عندنا اربعة هي هنا في طبعا في المنحنى في الترتيب البياني، وعندنا في الجدول ها هي تسعود. ومن 10 طبعا ل 19 هي من 10 ل 19 هي عندنا هنا، ما واضحش هنا 21 ولكن هنا كاينه 21. من 20 ل 29 شحال كاين هنايا تقريبا تسعود ها هي هنا. ومن 30 ل 39 ها هي طبعا سبعة. ومن 50 من 40 ل 49 فوالا ها هي تقريبا ثلاثة. ومن 50 ل 59 عندنا طبعا أربعة. من 60 ل 63 عندنا اثنان ها هي. هنا كومبيان ياتيل دو بلوس دون لو جروب داج دو 20 من 20 ل 29 كو لو جروب داج من 50 ل 59؟ شنو الفرق بيناتهم؟ من 20 ل 29 شحال عندنا؟ من 20 ل 29 هاي عندنا 9. ومن 50 ل 59 هاي عندنا هنا واضحة. إذا الفرق بيناتهم شحال؟ غنشدو 9 ناقص 4، 9 ناقص 4، إذا الفرق هو 5، الفرق هو 5 هاي. علاش؟ لأن عندنا في هذا الجروب من طبعا عندنا من 20 ل 29 عندنا 9، ومن 95 عندنا 4، دونك غندير 9 ناقص 4. كاين لو جروب داج كي ريبريزونت لو بلي كرون نومبر دو بالين، شكون هو المجموعة اللي عندها كتمثل لو بلي كرون نومبر؟ هي هادي. إذا المجموعة اللي هي طبعا 10 19، كاين لي لو جروب داج كي ريبريزونت لو بلي كرون نومبر، إذا هي هادي، هي من 10 19، الجروب اللي هي 10 19، السن 10 19. نعم ثم عندنا كيلي لو غروب داج كي ريبريزونت لو بلي بوتي نومبر دو بالين، اللي عنده صغير بزاف هو هذا، يعني من 60 ل 69 فوالا، من 60 ل 69 لما 2، اذا هو هذا، هذا هو الاصغر، من 60 ل 69 فوالا، 60 ل 69. نعم هذا السؤال الاول، هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثالث. كومبيان ياتيل دو بالين دون لو غروب داج 30 ل 39؟ من 30 ل 39 رجعنا للمنحنى تعطينا غير واضحة، ولكن جينا لهنا 30 ل 39 عندنا 7 فوالا، 7 طبعا لو نومبر ديال لي بالين 7 7. نسينا واحد السؤال في التمرين 4، هذا هو قالوا لنا ما هي، نرجعوا للمنحنى، ما هي الفئة العمرية المستهدفة من طرف هذه الجمعية؟ الفئة هي اللي عندها بزاف هي 14، الفئة اللي هي 14 سنة، اللي عندهم 14 السن 14، يعني ما هي اللي عندهم 14 سنة. كنتمنى تكون قد فهمت.